والمصطلح اللي عم تحكي عليها وبقول ان الباصات جاهزه وما جاهزه وما بعرف الحكي اللي عم بيحكيه الافندي. نحن الباصات حطينا سواتر، هذا بده مصالح على بده شحاط على وجهه، غير صحات على وجهه ما بده. ونحن لا عندنا مصالحه ولا عندنا شيء ولا مصالح ولا شغلتنا نبيع دم الشهداء. يعني نحن ما عندنا، نحن عندنا بدنا ندوس على رقبته وين مين كان يكون. يعني يقول مصالحه يقول كذا، هالحكي كله عم بيكذب على شعبه وبيكذب على خلقه، ما عنده شعب بالاساس. هو عم بقول مصالحه لاني فلس، ما عنده شيء ابدا ابدا ابدا. عم بخاف مننا يعني ان شاء الله بدنا نلطف في قلب قصره، بدنا نقتله. يعني ندوس على رقبتك بشار، وين من كنت؟ بشار الا على رقبتك، وين من كنت تكون الا على رقبتك جاي ادوس. مو بس انا، شعب السوري كله، نحن مجاهدين، نحن ان شاء الله احرار. وين من كنت تكون جاي ندوس على رقبتك؟ مو دا يدخل بالباصات، يدخل. انا دار الشله رز وورد لبشوره. انا مصالحه، مصالحه ايش؟ هاي الباص، هاي جساسون، اذا يدخل على صلاح الدين، مو باصات يدخلها، هي ورا الباص، هذاك هو الباص. خليني اشوف شيء للجسس من هنيك. وين ده يدخل؟ على ايش ده يدخل؟ على الدمار؟ على ايش ده يصيرح؟ نحن ما بنصيرح حجي، نحن طبع عنا شهداء وطبع عنا اطفال ونساء. انا مصالحه؟ ممنوع المصالحه، نحن في جبهه صلاح الدين، هو وحسن نصفي ليره والخميني، اذا بتنجمع كلهم ما بنطلع من اراضينا الا على جسسنا. والله معنا. عايش نصير قدامنا شهداء، قدامنا جرحى، جوارنا انقصد يطلع جي من صلاح الدين. يعني ايش نصيرح؟ مين هلا عم صيرح؟ مين عم بقول عم دعي انه الصلحه؟ ما في اساس للصلحه، نحن مروطين على جبل صلاح الدين، ما في اساس للصحه. انا مصالحه يا رب يحكي فيها بشار، انا مصالحه. هاي صلاح الدين هاي، نحن اللي حررناها، نحن اللي تعبنا فيها. فشر في عينه تصير مصالحه، ندوس على راسه لساح. شهاده اما النصر، وجايينه لقصره ان شاء الله. نحن اليوم على دوار صلاح الدين، وهي دوار صلاح الدين وبحي صلاح الدين، ونحن ابناء صلاح الدين. بده يصالح منصالحه بعد مقتله باذن الله، منصالح الشعب السوري، منصالح الشهداء. نحن جماعه وابناء البلد، سلاحنا شرفنا، ونحن ما منكب شرفنا ولا تخلينا عن شرفنا. ولو انه تخلينا عن شرفنا كان دمنا اسدي، دمنا مع ايران، دمنا مع روسيا، دمنا مع الصين. جماعة المصالحة وأبناء الدعاية، بحب أبشركم بمفاجأة كتير كبيرة من أبناء حلب ومن أبناء صلاح الدين بعون الله. لو نصيلح كنا ما عملنا بالثورة بالأساس، كنا ما طلعنا ضد النظام، ضد هالطاغية هذا بشار. نحن ما بدنا نصيلح، لأن ننتم نقتل لآخر نقطة بدمنا، ولو ما نموت يقتلوا أولادنا، ولو مات أولادنا أولاد أولادنا يتموا يقتلوا. هاي أرضنا هاي، لو نتحصن هناك وراء السجر ما بنسلم. بده يصالح هاي المصالحة هذيك، نحن بدنا نصالح بهاي، بده يصالح يجي يصالحنا بهاي، غير هيك ما عندنا مصالحة. هاي صلاح الدين، هاي منبع الحرية بحلب، ونحن جاهزين إن شاء الله على الخراب هذا، ما بيصير مصالحة. بده يصالحنا يجي يصالحنا على هاي، غير هيك ما في مصالحة عندنا بصلاح الدين نهائيا. نحن مجاهدين صلاح الدين، هالشهر اسمه شهر الشهداء. في المصالحة الوطنية، لا تفكر يا شبي أنه نصالحك أو تفكر أنه نحن نصالح النظام. نحن بإذن الله منصورين عليك، وعشنا نصالحك على البراميل، على القصف، على الشهداء اللي راحت وقدمناها. نحن بدنا نقاتلك بهي، بهينا نقاتلك لما نصر لما شهادة، وجايناك يا بشار بدنا نقاتلك بهي. نحن هنا على جبهة صلاح الدين، بشار عم يحكي أنه بدي صالحنا، بس نحن بإذن الله ما رح نصالحه، لأن هالفاسق قتلنا وقتل قتل أطفالنا وأخواتنا وشيوخنا ونسواننا. ما حرام عليك يا بشار، يا بشار لو بتيجي تبوس إيدينا وإجرينا وصرامينا بإذن الله ما رنصالحك، ونكنك زلمة طالع عنا، ونحن هون سوار صلاح الدين بإذن الله صامي. هاي الأرض أرضنا، واللي بيع أرضنا واللي بيع أرضه بيع دينه وعرضه وبيع شرفه، بإذن الله صامدين وسنلاحق أنجاز النظام إلى آخر نقطة في دمائنا إن شاء الله.